مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيروت اليوم. يسرني ان استضيف فيها النائب السابق جواد بولوس، والاتي ابرز المحاور. كيف كانت ردود الفعل على توقيف احمد الاسير، وهل هي مرشحه للتصعيد؟ هل تنجح المخارج المقترحه لرفع سن التقاعد الضباط في ايجاد حل لازمه الحكومه؟ لماذا نفض الغبار الان عن تراث السياسي والمؤرخ الراحل جواد بولوس؟ استاذ جواد، اهلا وسهلا فيك. بونجور توني، بشكرك على استضافتي اليوم. اهلا وسهلا. في كثير كانت مثلا، خليني اقول لك، مرجع امني اليوم بجريده الجمهوريه كان عم بيقول لفت غياب ردود الفعل المتعاطفه مع توقيف الشيخ احمد الاسير. هل هذا الامر بيجعلك وبيجعل كل المراقبين والسياسيين يعتقدوا انه ما بقى في مجموعات متعاطفة مع الحركات الإرهابية؟ أنا بعتقد أنه غالبية الناس اليوم بلبنان متشوقين لشيء اسمه تطبيق القانون. اللبنانيين اليوم وقت اللي بيشوفوا حدا ارتكب جريمة بيتوقعوا، وده من حقهم، أنه الدولة وأجهزة الأمنية تطبق القانون، تتحرى عنه، تفتش عليهم وتوقفهم وتحكمهم، وهذا عندنا الإيمان بالنسبة لأي مواطن. لهالسبب بلاقي انه ما مستحيل انه اي مواطن لبناني يعني بيحب الهدوء، بيعيش، يعني بيريد انه يعيش في برفاهيه وبامن وامان، انه يكون عنده اي اعتراض على توقيف شخص متهم بارتكاب جرائم. هلا الموضوع اللي عم بينطرح ببعض الامكنه، يعني هو انه طيب إذا وقفنا أو الدولة قادرة على أن توقف مجرم واحد، فيجب أن تكون مشكورة كذلك الأمر أنه طبق القانون على الآخرين يلي هم متهمين بارتكاب جرائم. بعتقد أنه الجدل والنقاش عم بيصير هون أكثر ما أنه عم بيصير على الاعتراض أو الموافقة على توقيف مجرم شو واحد. رأيك بهيدا الجدل؟ القانون يجب أن يطبق على الكل، وإذا ما طبق على الكل ما بيكون قانون، بيكون وجهة نظر. بين أن يطبق على الجميع وحيثما لا قدرة على تطبيقه، يجب أن تحجم الحكومة عن تطبيق القانون؟ تسألني هالسؤال وتتحدينا، يعني أنا اليوم عبيجي بقول لك لا، الدولة قادرة أنه تطبق القانون على الجميع، ومفروض تطبق القانون على الجميع، ومطلبي أنا كمواطن أنه تطبق القانون على الجميع. والجهد اللي عم تقدمه الأجهزة الأمنية في توقيف بعض المجرمين مشكورة عليه ويجب أن تستمر، ولكن مطلوب من هذه الأجهزة أيضا أن تقدم جهد موازي لتوقيف مجرمين آخرين، وهذا المطلوب على صعيد يعني المواطن العادي، هذا طلبه على صعيد أشخاص مثلي أنا كمان. هذا مطلبنا، أنه الدولة تحسم أمرها وتطبق القانون على الجميع. طيب ما يحكى عن مربعات أمنية، بتعرف في مناطق صعبة عليها أنه في لها حيثية، في مناطق لها حيثية محلية، في مناطق لها حيثية دولية، في مناطق عندها حساسيات طائفية، قادر تقول أنا بدي طبق القانون على الجميع؟ توني، ما في شيء اسمه المربعات الأمنية هذا اختراع. مشكلتنا مش مع المربع الأمني، مشكلتنا مع المنطق والقدرات يلي بتجعل هالمربعات الأمنية ممكنة. يعني عمليا مشكلتنا مع السلاح. المربعات الأمنية ليش هي مربعات؟ لأنه هناك جماعات قادرة على الدفاع عنها في وجه الدولة وغير الدولة بالقوة. ليش؟ لأنه هي عندها سلاح، موجود سلاح بين إيديها، وهالسلاح هيدا يلي عم تستعمله من أجل إنشاء وإرساء بسميه دويلات. هيدا موضوع نحن عم نعترض عليه مش من اليوم، يعني أنا عم أعترض عليه خلال كامل مدتي في مجلس النواب،
ما بعتقد انه مر علي تصريح او اطلاله تلفزيونيه او حديث مع صحفي او سياسي او سفير او اي مواطن ضمن جماعتي الخاصه، ولا كنت عم بقول انه مشكله لبنان مع مفهوم انه في جماعات مسلحه قادره انه تفرض رأيها على الدولة بالقوة وانه تعنتر على القانون وعلى الدستور بالشكل اللي هلا عم تفضلوا. بس انه عندك كان الشيخ الأسير معروف انه هو بمخيم عين الحلوة وفي العديد من المطلوبين موجودين بعين الحلوة وما حدا عمليا قادر يلقي القبض عليهم. حطيت اصبعك على الـ على الـ على الجرح. المنطقة اللي بتطبق على الشيخ الأسير وبتطبق على غير الشيخ الأسير، هذا المنطق اللي نحن كمواطنين لبنانيين وكسياسيين لبنانيين وكقوى سياسية لبنانية ملزمين برأيي إن كنا مؤتمنين فعلا على مصير الوطن وعلى مصير الشعب أن 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 نواجهه ونحاربه. ومشان هيك أنا ما بعمري كان عندي أي يعني أي مجال ابدا للقبول باي حجه كانت تقدم من اجل تبرير حيازه بعض الفئات للسلاح. ومشكله لبنان مع السلاح ومع حيازه السلاح وبالتالي مع المربعات الامنيه وحمايه المجرمين وغيره، هذه المشكله ما عمرها 10 سنين، هذه المشكله بلشت ب 58 وتفاقمت بال 60 لل 65 لل 69 ثم اتت الحرب واستمرت في مرحلة ما بعد الحرب. وإذا كنا عم نفتش على حلول ناجعة للمصايب اللي نحن عم نعيشها وأنه نأمن مستقبل ثابت لبلدنا ما عندنا حل، ما في طريقة، لازم نواجه هالموضوع ونجي نقول كقوى سياسية، كل القوى السياسية مهما كان انتمائها، أنه نحن بطلنا نقدر نتعايش مع السلاح لأنه السلاح يشكل خطر استراتيجي على استمرارية الدولة اللبنانية وعلى استمرارية الوطن اللبناني، ولو كان لبعض الفئات مصالح آنية وتكتية وربما شخصية في مدى زمن معين في استمرار السلاح. حضرتك كمراقب وكمسؤول تشاهد هذا الواقع منذ عشرات السنين، بكلمتك نهار الخميس الماضي بي إطلاق موقع جواد بولس بتحكي عن تحييد لبنان، وهذا الأمر المخيمات والمربعات الأمنية مرتبط بتحييد لبنان، هل هذا الأمر ممكن؟ أنا بالخطاب اللي ألقيته كنت عم كنت عم أحكي بالسياسة، كنت عم أحكي عن تحييد لبنان. لا رح أوصل لأطول بالك، كنت عم أحكي بموضوع حضاري، يعني بلشت وقلت إنه أي محاولة لنقل لبنان من محيطه الحضاري هو المبني إلى شخصيته الوطنية إلى محيط حضاري آخر وسميت المحيط الحضاري لإيران أو المحيط الحضاري لشبه الجزيرة العربية، هذه التجربة، هذه المحاولة ستلاقي الفشل. مش ممكن أنه تأخذ بلد من محيطه الحضاري وتعمل منه أو تحطه في مكان آخر لا يشبهه، يعني ما بيشبهه. واللي عم نقوله عن المحيط الحضاري، عن ثقافة لبنان، عن حضارة البلد اللبناني اللي لها أسس تاريخية، فينا نحكي كمان نقوله بالسياسة، نقول إنه نحن اليوم كلبنانيين ما لنا مصلحة إنه نفوت بلعبة المحاول، نحن لنا مصلحة إنه نطلع من لعبة المحاول وأنه نركز على مصالحنا الوطنية يلي هي مفروض أنه تحدد أساليب تعاملنا مع الـ 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 يعني بس الأمور اللي عم بتصير الواقع مختلف. يعني حضرتك تعرف أنه ما يجري في سوريا ونتائجه سوف ينعكس على التوازنات داخل لبنان، وبالنهاية قادر تحط أنت سياج للبنان وتقول لهم ما تتعاطوا شعب بسيط؟ لا انا ماني دفاعي، انا هجومي. انا اللي عم بش بقوله وعم بقول اكثر من هيك، عم بش بقول انه نحن بلبنان عندنا خصوصيه. هالخصوصيه ترجمت باوائل القرن الماضي بنظام سياسي. هالنظام السياسي يلي هو النظام اللبناني يلي فسح لكل الطوائف في لبنان يلي كلها بتشكل، كل طائفه وحده بتشكل اقليه،
انه يتعايشوا مع بعضهم وانه يتساووا في الحقوق والموجبات وانه يحموا حرياتهم، حريات الافراد المنتمين الى هذه الطوائف وحريات هذه الطوائف ضمن لعبه سياسيه وافق بموافقه الطوائف بمكان بامكان ما انه تتنازل للطائفه الاخرى وللطوائف الاخرى عن بعض الميزات ولكن بالتوافق مش بالاكراه. هذا النظام يلي هو نظام الطائفي يلي هو النظام اللبناني هو برايي اليوم النظام الامثل لحكم او لحل المشاكل يلي عم بتعاني منها منطقه المشرق خلينا نقول ولكن كمان كامل المنطقه اليوم خاضعه لا مش العربيه ولكن المنطقه الخاضعه اليوم لا تجاذبات ولا مشاكل من فلسطين اسرائيل من سوريا من العراق. نحن عندنا طرح ممكن انه نعرضه على المجتمع الدولي اللي هو قد يكون او يجب ان يكون معني بحل هذه المسائل. نيجي نقول له نحن عندنا شيء نقدم لكم اياه. انظروا الى هذا النظام اللبناني يلي كل عمركم قتلتوه وحاربتوه. شوفوا شو ميزاته وحسناته. وخلينا نحن نصدر هذا النظام يلي هو مبني على شخصيتنا نحن. لانه المشاكل اللي انتم عم تعانوا منها في سوريا وفي العراق في فلسطين هي مشاكل نحن لقينا لها حل. هلا تجي بتقول لي النظام بلبنان اوكي ما انه شغال انا كيف بدي اجي اعرض على ال دعم بدي هذه مساله لازم تحفزنا مش انه نكب نظامنا بسله المهمله بس كمان انه انت الاطراف اللبنانيه قادر تعزلهم عن محيطهم. يعني حضرتك عم بتقول انه هيدا لمصلحه الجميع ولانجاح تجربه النظام السياسي اللبناني، ولكن عمليا كل طائفه تنتصر بسوريا سوف تعزز موقعها في لبنان وفي المنطقه، كيف قدرت تكون خلينا نقول واقعي وتقبل بهذا الواقع؟ خلينا نكون واقعيين ونقر انه بعد اللي شفناه بسوريا خلال الاربع سنوات الماضيه ما حدا راح ينتصر بسوريا. هالكم من الدمار وهالكم من الدم وهالكم من الـ من الـ من الـ يعني بالضرب مقومات البشريه والانسانيه والمعنويه والدينيه ما ممكن انه حدا يطلع من وراء ربحان. نحن لازم كلبنانيه مش بس نجي نقول نحن رح نتاثر يا دلي شو رح يصير فينا. نحن لازم نجي نقول للمجتمع الدولي وللسوريين تعوا تمثلوا فينا. النظام يلي كان قائم في سوريا حارب النظام اللبناني لسبب محاربته للنظام اللبناني برأيي كان أحد أسباب خوفه من هذا النظام لأنه بسوريا تركيبة النظام طبعا كانت مختلفة عن التركيبة اللي كانت موجودة بلبنان. أقلية بدأت تحكم أكثرية بالقوة. بلبنان نحن ما مشينا هيك، نحن جينا كلنا أقليات وكلنا طوائف حتى نشوف كيف نتعايش مع بعضنا ونتقاسم السلطة السياسية بشكل أنه ما حدا يتعدى على الثاني ولا حدا يضطر انه يفرض رايه على الاخر بالقوه وبالاكراه وبالوسائل المخابراتيه والى اخره. بس حضرتك اشرت الى انه هذه التجربه غير ناجحه، لا قادر تنتخب رئيس جمهوريه، لا قادر تشكل حكومه، لا قادر تعمل قانون انتخاب، لا قادر تعمل انتخابات، لا قادر تعين مدير عام، فكيف تكون هذه تجربه صالحه للتعميم؟ ثلاث اشياء، اول شغله بدك تميز بين جوهر النظام وبين آليات عمله. معني عم بقول أنا أنه هذا النظام بكل تفاصيله هو نظام مثالي أكيد قابل للتحسين ولكن بجوهره الفكرة يلي هي بأساسه هذه الفكرة هي فكرة جيدة ونابعة عن, عن, عن خبرة والأشخاص يلي وضعوا هذا النظام أوائل أيام الجمهورية اللبنانية هؤلاء الأشخاص ما كانوا خفاف كانوا طال يعني اشخاص مثل ميشيل شيحه، اشخاص مثل ايميل قدي، اشخاص مثل بشار الخوري، اشخاص مثل يوسف السوداء، ما كانوا هول ان الناس خفاف. واشخاص مثل جواد بولوس معلش ما استحي من حالنا يعني. فهذا جوهر هذا النظام جيد. هلا شغله ثانيه نحن كلبنانيين يجب ان نقتنع انه هذا النظام لازم نلاقي طريقه بين بعضنا بعقلنا بمنطقنا بأدائنا السياسي نمشيه بدل ما نعطله. أول شروط عدم تعطيل هذا النظام أنه نتخلى
عن فكرة أنه فينا نعدل النظام من خارج آلياته. يعني إذا أنا معي بارودة أو معي فرد أو معي مدفع أو معي ما بعرف شو، أنا فيني أفرض رأيي وعنتر على الدستور وعلى القانون والأمر الواقع. هلأ بفهم أنه اللي معه سلاح رح يجي بقول لك يا أخي أنا مرتاح معي سلاح، بس ما بفهم أنه اللي ما معه سلاح أن يؤيد أو يحتمي أو يشرعن هذا السلاح يلي بالنتيجة عم بيضرب النظام. لأنه معتبر، خليني أتشاك هوني، ما مش خليني كفي لك بس هاي الفكرة، لأنه معتبر هذا الطرف أنه الأطراف غير اللي ممسكين بالسلطة كبوا لأنه ما معه سلاح. كيف المنطقة ده؟ شو شرح لي إياه؟ يعني لأنه تنفوت مباشرة، يعني عم تحكي عن العماد ميشيل عون. لا لا لا، مش بس العماد ميشيل عون، عم بحكي عن فريق عريض يتضمن مسيحيين ويتضمن سنة ويتضمن بعض الدروس. طيب هذا الطرف يعتبر عن النظام عن لم يعطي حقه، عن فريق سياسي، مش عم بحكي عن فريق طائفي. طيب. كمان مؤيد هذا السلاح، ولأنه مؤيد هذا السلاح من خلاله مؤيد منطق أنه أي فريق ممكن أنه يحمل سلاح بالبلد. ما فيك أنت تجي تقول أنا ضد هذا السلاح ومع هذا السلاح، يعني أنت ضد السلاح أنت مع السلاح. بالتالي إذا أنت مع سلاح، خليني أقول حزب الله، أنت مع سلاح الفلسطينية، وأنت مع سلاح العشائر، وانت مع سلاح ابن عمك ومن خالك وجارك، ما بتقدر تواجه منطق السلاح بمنطق انتقائي. يا اما انت مع الدستور ومع القانون، يا اما انت مع شيء اخر خارج الدولة وخارج اطاره وخارج الدستور اسمه السلاح. ما بتعتقد انه المشكل هو مشكل ثقة بين الطوائف؟ اكيد في مشكل ثقة بين اللبنانيين اللي عم طالبوا، وهذه النقطة الثانية اللي كان بيحكي فيها، عم طالب انه نحن نحن السياسيين يتعدوا هذه المشكله في الثقه من خلال الحوار. طبعا انا بحكم مع بعض، ولكن مش بس الحوار، الحكم رجل الحكم، الحكم الهدف ما نعرف وين رايحين. اذا من منطلق الحوار مش عم ننطلق من فكره انه هذا الدستور هو الراعي، وكل شيء كل شيء من خارج الدستور لا يصلح، وهذا الدستور اذا مش عاجبنا راح نخضع لآليته ونعده من خلال آليته مش نعطله. وهذا موضوع رئاسة الجمهورية هون. أنا مش عم بقول إنه لازم ننتخب رئيس جمهورية فلان أو لازم ننتخب رئيس جمهورية فليتان، أنا عم بقول لازم ننتخب رئيس جمهورية. ليش لازم ننتخب رئيس جمهورية؟ لأنه بنية الدولة لا تكتمل والمؤسسات لا تكتمل من دون رئيس جمهورية، ولأنه الدستور بيقول إنه لازم ننتخب رئيس جمهورية، ولأنه هذا الدستور هو النص الراعي لحياتنا. حياتنا مجتمعية، ما في مجتمع بيقدر يعيش سياسي بيقدر يعيش من دون دستور أو من دون قانون، مثل أنه ما في طائفة أو ما في جماعة أو ما في بيت بيقدر يعيش من دون ما يكون في أسس ناظمة. خلينا نحن نجي نطبق الدستور توني، ومن خلال تطبيق الدستور ساعتها إذا شفنا أنه في خلل من خلال آلياته نحن منعد. بس حاج بقى شادين ظهرنا بالسلاح والمسلحين والناس اللي هن خارج اطار هذه اللعبه وهذا الاتفاق، وبعدين بنجي بنقول لك في حدا عم بيعنتر، في حدا اقوى من الدستور، في مربعات امنيه، في ما بعرف شو، ما هذا رح يتطبق وضل يتطبق طالما انه في فريق واحد مسلح الكل رح يسعى انه يمتثل فيه، مش انه يحل مشكله الناس ويحل مشكله البلد. بهذا الإطار بالذات العماد ميشيل عون يعترض على آلية أخذ القرارات في مجلس الوزراء، واستطرادا في عنده قضية الانتخابات الرئاسية اللبنانية. السؤال بالتحديد، ألا يحق للعماد ميشيل عون أن يرى أن هذا المجتمع السياسي يستبعده ويطلب منه أنه يكون خاضع لطرف ما كي يستطيع أن يحصل أن يقدم؟ ما عم بفهم هذه القصة كلها سوا، هذا تفصيل ونتيجة لواقع استثنائي. المطلوب معالجة الواقع الاستثنائي، مش المطلوب أنه نتقاتل وأنه أن نقضي نستثمر وقت وجهد مشان تنلاقي حلول لاستمرار او اداره وضع استثنائي. المطلوب منا انه نحل المشكل. ما هو بيعتبر هذا النظام مش عم بيعطيه حق، هو اخذ نسبه معينه. على رايه، هو رايه، هو رايه وعطى. رايي انا
انه نحن لازم نعالج الثغره الاساس. الثغره الاساس تقضي بمعالجه واكتمال نصاب الدوله. نصاب الدوله مش نصاب الشعب، بدك رئيس جمهوريه. بس ما في بالاداء السياسيين عم يستبعدوه بس لانه مش ماشي مثل ما هن بدهم اياه. بيقول انه ناطرين انه يجيبوا رئيس غير قادر على اخذ قرارات، غير قادر على ان يمثل الشريحة يلي هو مفترض انه يمثلها. خليني ها، في عندك نقطتين هون. اول شيء غير قادر على اخذ القرارات، خلينا نسلم انه الرئيس اللي بدك تجيبه بده يشتغل من ضمن الدستور، ما هيك؟ انه منه جاي ومعه وراء لواء من ال هول بسمون هولي تبع العشائر والأجنحة العسكرية، ما هيك؟ الرئيس منه جاي ومعه جناح عسكري وراء بده يطبق اللي هو بيريد يطبقه. الدستور جاي، الرئيس جاي مشان تطبق الدستور، هو مؤتمن عليه يعني وقت يقسم على الدستور وعلى حمايته، وبالتالي هذا الدستور جاي، هذا الرئيس جاي مشان يحكم بحسب الدستور. مش عاجبنا الدستور برجع بقول لك بنغيره من خلال آلياته بالحوار، ولكن جاي يطبق الدستور. هاي واحدة. اثنين، الرئيس يلي جاي يمثل شريحة واسعة من طائفته، طالما انه مطروحة هيك عال. الرئيس ممكن انه يمثل، او الرئيس العتيد ممكن يمثل من خلال قوته الشخصية، كما ممكن انه يمثل من خلال دعم الفريق القوي لقلو. يعني اذا انت قوي يا توني وانا قوي، انا قوي بنص قوتي وانت قوي بنص قوتك، ولكن اذا اثنيناتنا اتفقنا على شخص ثالث ودعمناه صار قوي بقوتي وبقوتك، معناتها انه في حلول لهالمعضله هي. مش انه نحن يا بدك تجيب قوي من هون يا بدك تجيب قوي من هون، يا ما في حدا قوي. لا، اذا القوي من هون والقوي من هون اتفقوا مثل ما لازم يتفقوا على تطبيق الدستور، انتبه، يلي بيقول لازم ننتخب رئيس جمهوريه، واتفقوا بين بعضهم على شخص ممكن يدعموا اثنيناتهم وبكركي فوق منهم، ما بعتقد انه هالشخص بيجي ضعيف. يعني بس هي لماذا يحق لهذه الطائفة أن تأتي بالقوي عندها ولتلك الطائفة أن تأتي بال أي طائفة؟ اليوم عم نحكي عن الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية اليوم في عندنا رئيس نبيه بري، هو رئيس مجلس النواب. رئيس نبيه بري ليس هو الفريق القوي بالطائفة الشيعية، هو حزب الله. حزب الله داعم الرئيس بري، مثل ما أنا عم بحكي أنه أنا وياك أو الأقوياء في الطائفة المسيحية دعم. بالنسبة للطائفة السنية كان في عنا، بعتقد قبل الرئيس تمام سلام كان عنا الرئيس مياطي، مضبوط الرئيس مياطي، فبعتقد انه هو الشخصية القوية بالطائفة. وعندما جرى تخطي ولا اعتقد انه رئيس تمام سلام يلي بحبه بعزه وبحترمه هو الفريق القوي بالطائفة السنية كمان، يلي هو الرئيس الحريري. الرئيس الحريري داعم الرئيس سلام، مثل ما انا عم بقترح انه المسيحيين يدعموا شخصيه تقدر توصل الى الرئاسه وتشتغل لصالح الاثنين، بقوه الاثنين او الثلاثه او الاربعه او الخمسه او الشريحه. يعني بتحكي عن استاذ علاء عون بيقول امبارح ذهبوا الى فرنسا لاختيار رئيس فارسلتهم الى ايران، وذهبوا الى ايران فارسلتهم الى حار تحريك، وذهبوا الى حار تحريك فارسلتهم الى الرابيه. لذا فليعلم الجميع أن اختيار رئيس الجمهورية يمر بالرابية وببكركي وبممثلي المسيحيين. ليش برأيك لا يقر الأطراف ويذهب إلى الرابية ويرشح العماد ميشيل عون؟ اوكي، هلا بدنا نحكي بمنطق الحكي المبتذل. لا استاذ جواد، بين الفراغ او بدنا نحكي اليوم عندك بمنطق فراغ، او بدنا نحكي الفراغ بمنطق افضل من الجنرال. او بدنا نحكي بمنطق الدستور والقانون. طريق رئاسه الجمهوريه بتعرف منين تمرق؟ تمرق من مجلس النواب بالدستور. هلا بدك تخترع لي اشياء ثانيه فيك، بس طريق رئاسه الجمهوريه وانتخاب الرئيس تمرق بمجلس النواب. ومن واجب النواب أول واجب النواب أنه ينزلوا على مجلس النواب ينتخبوا رئيس. هلأ مرين أنه نبرم 60 برمي قبل ما نوصل على مجلس النواب، أخذت مطافنا نوصل على مجلس النواب بلا 60 برمي أهي. هلأ مني ساذج وبعرف أنه للدول الإقليمية والدولية دور تلعبوا في انتخاب الرئيس، وبعرف أنه الرئيس العتيد
رح يجي على خلفية مشروع يطلب منه أن يكون جزء من تنفيذه، ربما له تداعيات على طبيعة وشكل النظام اللي نحن عم نعيش فيه. ولكن هذا ما بيمنع أنه نحن كلبنانيين ما قلنا ببداية الحلقة لازم نحاول أنه نحيد حالنا، مش نحاول أنه نغطس في هذه الطبخة الإقليمية الدولية اللي قد تستغرق سنوات قبل أن تنضج. بين الفراغ والعماد ميشيل عون، أليس الفراغ أقل خطورة؟ من أي مرحة عم تحكي؟ اليوم صار لك سنة وخمسة شهور بلا رئيس جمهورية، كيف ممكن أنه الفراغ يكون حل؟ ما هو حل اليوم فراغ. طيب ليه ما بتعبيه بالجنرال ميشيل عون؟ طلعنا برا وسمعنا صاير الناس شو عم بيصير على على السوق، شوف وضع الاقتصاد، شوف الوضع الاجتماعي، شوف الزباله بالطرقات، شوف الكهرباء مش ماشي، شوف الاداره عم بتهر، شوف السياسيين مش عارفين، لماذا مش عارفين كيف بدهم يقوضوا يعني امورهم البديهيه البسيطه. طيب جنرال ميشيل عون هو الخيار المتاح، يعني اليوم عم بيقول لك الجنرال ليه مصر فاضي الباب؟ ليه مصر؟ هلا في مرشحين، العماد عون مرشح، نعم، الدكتور جعجع مرشح، الرئيس جميل مرشح، النائب فرنجي مرشح، من خارج اطار ما سمي خطا ومع احترامي للجميع زورا الاربعه الاقوياء في الطائفه المارونيه، هذه الطائفه قادره على انتاج بس رئيس. اليوم هيك من خارج هالمجموعة بس اليوم فاضية ومعروف حزب الله بينزل على الجلسة والجنرال بينزل على الجلسة إذا كان هو الرئيس أو هو مختار الرئيس. إذا بأي خلفية؟ إذا نحن نازلين بخلفية تطبيق الدستور والقانون يلي هو طرحي، لا بننزل على مجلس النواب وبنتخب رئيس. هلأ الافضل انه يكون عندنا تصور انه هذا الرئيس اللي بدنا ننزل ننتخبه يكون رئيس مدعوم من شريحه كبيره من طائفته ومن الوطن، كمان ما فيك تجيب واحد مدعوم من طائفته وما حدا طايقه من خارج من 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 يعني من دير بندار او من بكار اللي بتعامل معه يعني باقي الطوائف. ولكن انك تنزل على مجلس النواب بهذه الخلفيه بعد الاتفاق بالحد الأدنى على دعم شخصية مارونية قد تكون من هذه الشخصيات الأربعة أو تكون من خارجهم، ولكن أن يكون هذا الاتفاق على دعم اتفاق جدي وسيستمر في على المستقبل في خلال ولاية الرئيس العتيد. أنا برأيي هذا حل مقبول وهذا حل دستوري وهذا حل يدخل ضمن منطق المؤسسات. والحل اللي بيقول انه خلينا على الفراغ فيفرجها الله وايران والسعوديه وبوتين وامريكا وليبيا ومصر وما بعرف مين يتفقوا على شخصيه الرئيس، انا برايي هيدي فيها امتياز كبير للانتماء الوطني اللبناني. نتوقف مع فاصل الاهلي استاذ جواد، من بعده نتابع هذه الحلقه. هل الاتفاق النووي وما حكي عن تفاهمات مرافقه له يمكن أن يسهل الانتخابات الرئاسية؟ ونتكلم أيضا عن مناسبة إطلاق موقع جواد بولس الإلكتروني، محطة وجيزة، ونعود. نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا النائب السابق جواد بولس. أستاذ جواد خلينا نمرق سريعا بعد على الموضوع رئيس الجمهورية من خلال السؤال، هل يوفر الاتفاق النووي إطارا قادرا على تسهيل الانتخابات الرئاسية؟ الاتفاق النووي هو بين الأمريكان وبين الإيرانيين، لا شك أنه كان في منطق يقول أنه هذا الاتفاق قد يتضمن اتفاقات أخرى على علاقة بالدور الإيراني بالمنطقة. لليوم يبدو أنه الاتفاق بحد ذاته لا يتضمن هذه الـ يعني هذا التوسع، فالمفاوضات يلي عم تستمر بين الأمريكان والإيرانيين والأوروبيين والباقيين أو باقي اللاعبين كمان لها دور بتحديد التوازنات
القادمة على المنطقة بين اللاعبين. هذه التوازنات نتيجتها النهائية ستؤثر طبعا يعني على الواقع في لبنان، ولكن أنا اللي عم بقوله واللي قلته بدي أرجع أقول أنه حرام أنه نقعد ننطر أو نقول أنه نحن بانتظار اتفاق أمريكاني إيراني مشان نحن ننتخب رئيس جمهورية على لبنان. وإذا بدنا ننتظر قد يأتي هذا الاتفاق برئيس أو قد لا يأتي الاتفاق، أو قد لا يأتي الاتفاق برئيس، يعني يمكن ما يتفقوا بالخالص، يمكن يتفقوا على رئيس ويمكن يتفقوا على شيء ثاني، شو يتفقوا على رئيس، شو بنعمل؟ وبنقعد ننطر 10 سنين و15 سنة و20 سنة بلا رئيس، ما لنا مصلحة. فالأفضل اليوم أن نجي نقول لا، خلينا نحن نحزم أمرنا، خلينا نحن نسعى بالداخل إلى انتخاب رئيس من دون وضع العراقيل اللي ما لها طعم. وإذا نجحنا كون الله وفقنا، وإذا ما نجحنا ننطر. هل يمكن أن كمان ينطوي الاتفاق على الترتيب لوضع سوريا، اليمن، العراق؟ ترتيب وضع سوريا وترتيب وضع العراق وترتيب وضع اليمن ومناطق النفوذ الإيرانية والسعودية والتركية والإسرائيلية، وإعادة هيكلة الأرشيتكتور البنية الأمنية لكامل المنطقة. عم نحكي عن إشياء كبيرة عم بتصير، قد تستغرق هذه المفاوضات سنوات. نحن بهالوقت هيدا فينا نختار أن نكون بالفريزر وزبالتنا بالطرقات، أو فينا نختار أن نمشي النظام السياسي. خلينا نجي للفقرة الأخيرة، هل بعد 23 سنة أو ما هو الداعي بعد 33 سنة أنه ترجعوا تطلقوا فكر جواد بولوس؟ الحقيقة جواد بولوس توفى سنة 1982. من 1982 لليوم في جيلين ربيو من دون ما يعرفوا أو يكونوا مطلعين على 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 فكر وعلى طروحات هذا الرجل. جواد بولوس كان منظر للأمة اللبنانية، يعني كان يعتبر إنه لبنان هو الأساس، وإنه لبنان بشكل وحدة جغرافية وتاريخية واقتصادية مميزة عن باقي محيطه، وانه كان عنده حضاره وثقافه خاصه. مش معناتها انه حضارته وثقافته الخاصه لم تكن تتاثر بالمحيط، لا، كانت تتاثر بالمحيط، ولكن كانت ثقافه خاصه بلبنان. وبالتالي هالتنظير للامه اللبنانيه بيعتبر انه لبنان هو الجوهر. هذا الفكر، هذا الطرح، طرح عم يندثر، لانه اليوم وقت اللي بنسمع اللي عم نسمع الحدثين او عم نسمع المواقف السياسيه بتعتبر انه لبنان طاره ساحه وطاره وطن بالصدفه، او احيانا منطقه سائبه، انه لا حدود ولا دوله ولا انه منطقه هيك ملزقه، بلد ملزق تلزيق. لما نسمع الناس المعلقين عم بيقولوا انه لبنان ليس له مقومات البقاء، وبينسوا انه لبنان هو من اقدم دول العالم، عمره 6000 سنه. الدول ما في قلال الدول اللي عمرهم ما نمر لبنان. على هذا كله هذه الطروحات ما كانت طروحات سياسيه بمعنى انه شعارات. هذه الطروحات كانت طروحات مبنيه الى بحث تاريخي، والف كتب وموسوعات لاثبات هذا الموضوع. هلا طبعا بتناقش وجهه نظر، هاي وجهه نظر وكان، ولانه هيك هذا كان رايه، ولانه هذا الراي بلش يضيع خاصه عند الجيل الشاب. بقول لك ليش لبنان ومين لبنان وكيف لبنان وما راح يرجع بلبنان، ومجموعات مش ممكن تتفق مع بعضها، وحدود ما في، وبلا تائب. لا، انه خلينا نرجع نفوت على فكرهم وعلى على على وجدانهم، انه لا، هذا لبنان مش بس بلد نهائي، وبلد بلد قديم ولن يموت. فالفكرة كانت أنه نرجع نطرح هذه المؤلفات والأرشيف الخاص للمؤرخ جواد بولوس على الجميع، أنه يرجعوا من خلال الإنترنت يقدروا يفوتوا على ويب سايت اللي هو www.jawadboulos.org، جواد بولوس كلمة واحدة .org، أنهم يطلعوا ويقضوا الكتب. كل مؤلفاته موجودة؟ كل مؤلفاته موجودة على شكل إيبوك بمتناول الجميع دون أي في متناول الجميع من دون اي مقابل، بما كان بيقدر يطلع في لبنان خارج لبنان. طبعا انترنت مفتوح، وايضا للي ما يعني له كثير مراء على مطالعه كتب صعبه،
انه كمان في عندك مجموعه من المقتطفات من ارشيفه الخاص، بيتضمن مقالات، بيتضمن ندوات، بيتضمن مقالات كتبها او كتبت عن عمله. يمكن للشباب او الباحث انه يطلع على هالمستندات وانه يعني يرجع يشوف او يشتم ريحه للبنان غير ريحه لبنان، النفايات بالطرقات ونفايات بالعقول ونفايات احيانا بالكلام اللي عم نشوفه اليوم للاسف. هلا هذا فكره معاصر بس اذا فيني كفي. هذا الويب سايت رح يتوسع كمان، لانه كمان رح نضم عليه على المستقبل نسخ عن جريده كانت تصدر بطرابلس من 1932 و1939 اللي كان يصدرها جدي يعني خي جود بولس، جريده الدفاع، يلي كمان ممكن تعطي الباحث صوره عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي كان قائم بالشمال بهالمرحله من الزمن قبل الاستقلال. ومن ثم رجع نوسع لتضم المذكرات لجده لجواد بولس، اسعد بولس، يلي كان قائد عسكر يوسف كرم احيان يعني حين الثوره يلي قام فيها يوسف كرم ضد داوود باشا، ويلي هي تعبير عن تجربه شخصيه ممكن قاتل معه قاتل في بالحروب ضد الاتراك. وهذه المذكرات غير منشوره وراح تنشر ورقيا يعني، وكمان راح تنشر على الانترنت. واخيرا راح انشر عليها ارشيف الخاص عن مدى ولايتي يعني من 2005 الى 2009. الارشيف اللي انا عندي واللي بيعبر كمان عن مرحله ثوره الارز في لبنان وما لحقها. وبالتالي مع الوقت بيصير الباحث بيقدر ينظر من خلال عينين عائله وحده، ينظر الى تاريخ لبنان من 1860 ولغايه 2015 مع كل المراحل. السؤال، هل بتعتبر انه فكر جواد بولس لا يزال صالحا اليوم؟ اكيد اكيد، انه ما هو كل الفكره يلي كامنه وراء نشر هذا الكم من الانتاج الفكري، انه لا انه ناكد انه هذا الفكر هو الفكر الصالح، بل هو الفكر الوحيد اللي ممكن انه يخلص البلد اذا تبناه الناس، يعني اذا تبنته الطبقة السياسية واذا تبناه المجتمع اللبناني بكل اطيافه. الفقرة الأخيرة فقرة أسرار اليوم. قال مهندس خبير في شؤون النفايات إن حل هذه الأزمة موجود لكن القرار السياسي غير موجود، وهذا السر من صحيفة النهار. توافق؟ إذا في قرار سياسي كل شيء بنحل. برأيك إنه زبالة بالطريق، وحضرتك عم بتقول إنه ريحته طالعة وين ما كان، كيف قادر حدا ما يأخذ قرار بهذا الموضوع؟ هذا بدك تسأله للي ما عم بياخذ قرار، لأنه أنا مثلك عم بستهجن. على كل حال، في تعليق لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بيقول: كيف أن قوى في السلطة تطالب الشعب اللبناني بأن يمنحها تفويضا لتقرير الحرب والسلم مع العدو الإسرائيلي إذا أزمة النفايات لا تستطيعون حلها؟ تريدون حل أزمة حرب؟ تريدون مواجهة العدو الإسرائيلي المدعوم من كل دول العالم؟ مش قادرين تحلوا الزبالة. معه حق، ولكن أنا بقلب السؤال عليه وبجي بقول له: إذا كيف أنت اليوم اللي أنت فريق وازن في الحكومة وفريق وازن في البلد من خارج الحكومة، كيف أنت بدك تواجه إسرائيل وتحرر القدس، وكيف أنت بدك تواجه وتقوم بحرب بسوريا مشان تتحررها مما تسميه الإرهاب، وكيف أنت بدك كمان تعمل حرب أو تسند الحروب اللي هي قائمة اليوم وتكون جزء منها في العراق وفي اليمن؟ كيف بدك تقنعني أنا المواطن اللبناني أنه أنت لك دور جيوسياسي بهالحجم هيدا، وبصراحة مش قادر تساهم مساهمة فعالة في الحكومة يلي أنت جزء منها وفاعل لأنك قادر تعطي رئيس الجمهورية، ومش قادر تلم الزبالة؟ هذا سؤال يطرح، أنه معلش خلينا نهتم شوي بشؤون اللبنانيين وأمورهم قبل ما نطلع نستثمر كل هالطاقة وكل هالقدرات في خوض معارك ليست معارك لبنانية في بلدان الجوار. بجواب وجيز، هل تعتقد أن الأزمة سياسية على مستوى أخذ القرار أم على مستوى منافع شخصية؟
اعتقد انه اثنين، يعني بعتقد انه مش سر مفهوم انه في عندنا مشكله على صعيد اخذ القرار، لانه في محل بدك تقنع الناس في قرار بده يضر ناس وبده يفيد ناس، بدك تقدر تقنعهم انه هذا القرار عم يؤخذ بشكل مجرد ولمصلحتهم من جهه. من جهه ثانيه بعتقد انه مش سر انه في مصالح شخصيه بموضوع النفايات وبمواضيع جنبي، مواضيع اخرى. ومشكلة الفراغ اللي عم نعاني منه اليوم، كنت عم تسألني إذا الفراغ منيح، مشكلة الفراغ اللي عم يعني مشكلة كبيرة، إنه ما بقى في حدا، ما في حدا مسؤول، كل واحد بيقول لك أنا ماني مسؤول، النظام معطل، أنا مش مسؤول. ويلا أستاذ جواد بولس النائب السابق، أهلا بك في أم تي في. حبيبي توني، خليك. مشاهدي أم تي في، أشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على تويتر وفيسبوك وأم تي في.com.lb. إلى اللقاء.